السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر. إحنا مش هنمشي تبع كورس ولا ترتيب كورس ولا أي حاجة، إحنا هنتكلم بشكل مجرد ترتيب أفكار في دماغي اللي هو من خبرتي لما اشتغلت مع كونفيجريشن مانجر. هحاول أشرح لكم كونفيجريشن مانجر بشكل مبسط بشكل سلس، وأشرح لكم الفيتشرز بتاعته والمزايا بتاعته، بس مش ماشي تبع أي كورس. بس يعني حبيت أنبه بس غالبا، يعني لما ان شاء الله تتابع معايا الكورس انت غطيت جانب كبير قوي من الكورسات الاوفيشال بتاعت مايكروسوفت. بس في الاول والاخر ده مش كورس اوفيشال، ده مجرد اوفر فيو او اعتبرها جامب ستارت، حاجه بتحطك على الطريق مع الكونفيجريشن مانجر وتبتدي تشتغل معاه. السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر ده انت لو دخلت اي شركه هتلاقي الحاجات الأساسية فيها. هيقول لك والله احنا عندنا مثلا ويندوز سيرفر عاملين عليه اكتيف دايركتوري ودي ان اس ودي اتش اس بي، وعاوزين مايكروسوفت اكستشينج. تالت حاجة اهم حاجة في الاي تي هيقول لك والله احنا شغالين كونفيجريشن مانجر. فهو برودكت مطلوب، وتقريبا اي شركة محترمة هتلاقيها شغالة كونفيجريشن مانجر. الكونفيجريشن مانجر ده برودكت برضو من سنة 94، أو بدايته بدأ في سنة 94. كان الأول اسمه سيستمز مانجمنت سيرفر، بعد كده اتغير بقى اسمه كونفيجريشن مانجر، بعد كده بقى سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر اللي هو دخل في السويت بتاع سيستم سنتر، وحصل منه إصدارات كتيرة قوي. يعني مثلا اس ام اس اللي هي اختصار سيستم مانجمنت سيرفر 1 2 3، وبعد كده اللي هو كونفيجريشن مانجر 2007، سوري 2003 تقريبا، و2007 و2007 R2، وبعد كده 2010 حسب ما افتكر، 2012، وبعد كده 2012 سيرفيس باك 1، 2012 R2، وبعد كده 2016 اللي هو ما اسموش 2016، بقى اسمه كرنت ريليز. طيب خلينا الاول نتكلم عن السيستم سنتر فاميلي ذات نفسها، وبعد كده نتكلم عن الكونفيجريشن مانجر بتفاصيل اكتر. السيستم سنتر فاميلي ديت فاميلي بنستخدمها في المانجمنت بتاع الانفايرمنت بشكل عام، او المانجمنت بتاع الداتا سنتر سي ان. هي عباره عن عده برودكت: كونفيجريشن مانجر، اوبريشن مانجر، سيرفيس مانجر، فيرتشوال ماشين مانجر، اوركستريتور، داتا بروتكشن مانجر، وكان في زمان حاجه اسمها اب كنترولر من اول سيستم سنتر 2016 ما عادتش موجوده معانا. بشكل بسيط كونفيجريشن مانجر ده بنستخدمه في حاجات كتيره فهنتكلم عليها حالا. الاوبريشن مانجر ده بنستخدمه للمونيتورنج بتاعه الانفايرمنت، وبنطلع اليرتس ولو سيرفيس وقع ويبعت لنا ايفنت اللي هو والله سيرفيس وقع والكلام ده. السيرفيس مانجر ده بستخدمه في التيكتنج والهيلب ديسك، يعني والله حد يوزر عنده مشكلة فهيبعت تيكت هتحصل لها اساين لحد عشان يروح يحلها له. الفيرتشوال ماشين مانجر بستخدمه مع الهايبر في بشكل اساسي في عملية المانجمنت بتاع الفيرتشوال ماشينز. الاوركستريتور ده سوليوشن للاوتوميشن، والله انا عاوز اعمل حاجة اوتوميتد في الانفايرمنت، فبدل ما اعملها يعني الطريقه بتاعت مايكروسوفت اللي انا اعمل بيها الاوتوميشن هي الاوركستريتور. اي بقى عندنا الداتا بروتكشن مانجر ده السوليوشن بتاع الباك اب بتاع مايكروسوفت. بعد كده يتبقى الاب كنترولر، ده كان اليوزرز يقدروا يكونكتوا على الفي امز بتاعتهم عن طريق ويب بورتال، بس ده خلاص اتلغى في 2016، والبديل بتاعه بقى حاجه اسمها ايجور باك. نرجع بقى للكونفيجريشن مانجر. الكونفيجريشن مانجر بيعمل حاجات كتيرة قوي. يعني مايكروسوفت تقريبا لميت لك اي حاجة انت عاوزها علشان تقدر تمانج السيستمز بتاعتك او الكمبيوترز بتاعتك في البرودكت ده. اول حاجة معانا اللي هو بيقدر يعمل هاردوير انفنتوري وسوفتوير انفنتوري. انت عاوز والله انت عندك مثلا كام جهاز، هيقول لك والله انت مثلا عندك 300 جهاز، 20 منهم عليهم ويندوز اكس بي، و50 عليهم ويندوز 7، ومش عارف 100 عليهم ويندوز 8، والباقي عليهم ويندوز 10. كام جهاز عليه ميموري قد كذا، والسي بي يو نوعه ايه، والهارد ديسك على الاجهزه ايه،
وايه الانستولد ابلكيشنز. والله لو انت عاوز تجيب فايل بنيم معين او الناس اللي عندهم ام بي سي او الناس اللي عندهم فيديوز والكلام ده، هتقدر تجيب ريبورت بالكلام ده من خلال كونفيجريشن مانجر. فده اول حاجه بنقدر نعملها في كونفيجريشن مانجر. وبناء على الريبورت ده هنقدر نطلع بقى ريبورتس، والله مثلا الادوب علشان او اوتوكاد، الاوتوكاد عشان ينزل محتاج سبيكس قد كذا، ف مثلا سيل هو بينزل على 4 جيجا رام، وانت عندك اجهزه مش كلها ال4 جيجا، في اجهزه 2 وفي اجهزه اكتر، فانت عاوز تطلع ريبورت بايه الاجهزه اللي ينفع تنزل عليها الاوتوكاد. فمن خلال الكونفيجريشن مانجر سيلكت اللي والله انا عاوز انزل اوتوكاد، هيطلع لك الاجهزه ديت اللي ينفع ينزل عليها اوتوكاد، او الاجهزه اللي ما ينفعش ينزل عليها اوتوكاد فهيقول لك والله هي الاجهزه ديت، فتعرف ان انت محتاج تعمل ابجريد ليها. ده السوفت وير والهارد وير انفنتوري. نقدر نعمل كده بعد كده ديبلويمنت، سواء بقى كنا هنرمي ديبلوي اوبريتنج سيستم او هنديبلوي ابلكيشنز. يعني مثلا انت تقدر تديبلوي اوفيس وين رار وين زيب، اي ابلكيشن يخطر في بالك تقدر تعمل له ديبلوي على السيستمز بشكل اوتوميتد من خلال الكونفيجريشن مانجر. ميزته عن السوفت وير ديبلويمنت اللي كان موجود في الجروب بوليسي، اللي انت هنا في ريبورتنج بتعرف والله الابلكيشن ده حصل له ديبلوي ولا لا. بتقدر تعمل ديبلوي للاوبريتنج سيستم. هتقول لي طب ما ده موجود في الدال بي دي اس، برضو مايكروسوفت بتدي لك فيتشرز اكتر في الكونفيجريشن مانجر، اللي انت بتقدر تعمل تاسك سيكونس اللي هو والله انا يعني هفرمت مثلا الهارد ديسك الاول قبل ما ابتدي اعمل ديبلوي للاوبريتنج سيستم بالشكل الفلاني، هنستول الابلكيشن الفلاني قبل ما الاوبريتنج سيستم او قبل الابلكيشن العلاني، و يعني خلينا نستول الاوبريتنج سيستم وبعد كده هنستول مجموعه الابلكيشنز الكلام ده، وبعد كده هنرن السكريبت الفلاني علشان اعمل الانستوليشن بشكل معين. اللي بعد كده الويندوز ابديتس. برضه هتقول لي طب ما ده بيساس موجود، لا بس لما هتشوف المانجمنت بتاع الويندوز ابديت جوه كونفيجريشن مانجر هتعرف الفرق بينه وبين الدبليو اس. ده بشكل اساسي الفيتشرز الاساسيه اللي انت هتستخدمها في الكونفيجريشن مانجر. احنا ان شاء الله هنبتدي نشتغل من اول الفيديو الجاي، نجهز الانفايرمنت عندنا بحيث ان احنا نعمل ديبلوي للكونفيجريشن مانجر، وهنبتدي بقى نشوف ايه الابلكيشنز اللي هنقدر نستخدمها في الكونفيجريشن مانجر، وايه هنعمل ديبلوي لايه، ونقدر نستخدمه في ايه. اتمنى اللي تتابعوني ان شاء الله في السيريز دي تكون مفيدة ليكم. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.